السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو بنحل مع بعض الكيس على جزء الـ IDIS Orders. وفي البداية في عندنا زي comparison عملناها ما بين الـ different types of IDIS Orders، بنحاول نلخص فيها أو نركز فيها على كلمة keywords، إيه هي المفاتيح الأساسية اللي بتعرف تشخص كل disease أو بتعرف تفرق ما بين كل disorder والتاني، نظرا لان الاي ديس اوردرز كلهم متشابهين في الريدنس والسويلنج والاكسسيف تيرنج والاي دراينس، هتلاقي فيه سيمتومز كتير متشابهه. ازاي اقدر افرق او اقول الكيس دي التشخيص بتاعها كذا او اوصل للحاجه الاساسيه؟ فعملنا وان بيج عباره عن اي 3 بيبر بتقارن ما بين الانواع دي، اسمها الاي ديس اوردرز مايند ماب، هتلاقيها موجوده على اللينك الماتيريال وهنشرحها في فيديو منفصل. طيب اوكي، نبدأ اول كيس معانا. بتقول اس ام عنده 55 سنة، راح للأوفثالمولوجي كلينيك بيشتكي من ريد تندر سوولن سوبيوريتيف نوديول. اوكي، في عنده زي حباية فوق عنده او في الابر ايليد في جفن العين. طيب that results in swelling, redness, inflammation، وفيها swelling, redness, inflammation. تمام. He said yesterday morning. الموضوع ده بدأ معاه امبارح الصبح. When I woke up، لما صحيت من النوم. I saw that my right eye was fully swollen. لاحظت ان عينيا اليمين ورمة شوية. This lump make my eye look so big. اللمب دي مخلية عينيا شكلها كبير. And it is indeed painful. اوكي. اخر كلمة في الكيس دي قالت كلام كتير قوي. طيب طبعا احنا اخدنا الكلينيكال بيكتشر بتاعه اللامب او النيديول في الايليد، اخدنا في الايليد ديس اوردرز حاجه اسمها الستاي وحاجه اسمها الكاليزيون. الستاي بيكون انفلاماتوري وبيكون نتيجه انفكشن بستافيلوكوكس اوريوس، وبيكون عشان كده سوبيوريتيف، يعني بيكون في بص او بيكون في ابسس. اوكي، قلنا باي ديفينيشن هو عباره عن خراج. تمام. الكي وورد اللي بتفرق ما بين الاثنين هو الأكيوت أونست، أولا إن هو على طول يعني بدأ في يوم وليلة، والحاجة التانية إن هو بينفول، دي مهمة جدا جدا وحاجة بتميز الستاي بشكل كبير عن الكاليزيون، إن هو بيكون فيه بين لكن الكاليزيون ما فيهوش بين. أوكي، يبقى هيسألني على البوسيبل دايجنوزس هنا عندي، هيبقى اللي هو الحالة دي عبارة عن ستاي. بعد كده سيلكتد ديس أوردر بيلونجز تو، ده بينتمي لأي نوع أو لأي مكان من أماكن الأي ديس أوردرز، فبينتمي الى الاي ليد ديس اوردرز اللي ممكن نشوفها في جفن العين. ايه هو الاوريجن بتاعه او ايه هو الكوزتيف ايجنت هنا عندي؟ هل هو فيرال اوريجن؟ لا. هل هو نتيجه ايفابوريتيف تايب اوف اي دراينس؟ لا. الرجي او هايبر سنسيتيفيتي؟ بعيده. يبقى هو نتيجه الايه؟ الاستافيلوكوكس اوريوس بكتيريا. لو كان كاليزيوم كنا اخترنا اويل جلاند بلوكج، لكن علشان هو ستاي قلنا الستاي بيكون نتيجه انفكشن بايه؟ باستافيلوكوكس اوريوس. طيب what's your recommended initial therapy for this case؟ ايه هو العلاج المبدئي او اول حاجه المفروض نبدا بيها في هذه الكيس؟ هل نبدا بورم كومبريشنز فولود باي اي ليد سكراب؟ ورم كومبريشن ماشي، بس احنا اي ليد سكراب ده كنا بنعمله في حاله الايه؟ البليفورايتس. طيب هل بندي كيتو تايفن اي دروبس 2 تايمز ديلي؟ ده حاجه ده لو كانت الرجيك. توبيكال جان سايكلوفير بنستخدمها في حاله الهربس سيمبلكس فيرال كونجكتيفايتس. نعمل ورم كومبريشن وندي توبيكال انتي بيوتيك، مظبوط، يعني ده اختيار سليم. طيب في حد هيقول لي دكتور طب ما الانسيشن والكروتج ممكن بنعملهم في حالات الستاي؟ يس، لكن هو قال لك هنا ايه؟ انيشال ثيرابي، مش البيشنت اول لما هتشوفه هتعمل له انسيشن وكروتج. اوكي، انسيشن وكروتج دي لو البيشنت فشل او التريتمنت اللي انت اديتها بعد اسبوع او اتنين البيشنت لسه ما اتحسنش وجاي لك متالم برضه، يبقى هنعمل ورم كومبريشنز وهندي توبيكال انتي بايوتكس. تمام. طيب الكيس رقم 2 اي كي بتقول اي ووز جيتنج ريدي تو اتند وان اوف ماي بيست فريندز ويدنج، انا كنت بجهز نفسي عشان احضر فرح حد واحده زميلتها. بوتنج ميك اب اون ماي فيس، وكنت بحط ميك اب على وشي. اند اكسيدنتلي فاوند ا ريزد لامب، واثناء ما انا بحط الميك اب لاحظت وجود ايه؟ ريزد لامب. ده هنا بيأكد فكرة إن مفيش بين وفكرة إنها اكتشفتها بالصدفة، يعني ما مش زي الراجل اللي صحي من النوم لقى عينيه وارمة ومتألمة، لا دي بالصدفة وهي بتحط الميك اب اكتشفت
ان في عندها ريزد لامب، في عندها لامب كده مرتفعه او جزء متورم يعني من العين، او النديول الحبايه اللي احنا بنقول عليها inside the lower lid of my left eye. طيب although it was small، على الرغم من انها شكلها كان صغير، it still concerned me a lot، انا برضو لسه مهتمه بالموضوع وعايز اعرف ايه المشكله دي. طيب the lamp did not cause any disturbance، I didn't feel any pain. السطرين دول مهمين قوي، ان هم بيأكدوا على فكره ان ما كانش عندها بين، وانها هذه اللامب او هذه النديول not painful على عكس الستار. طيب I thought it would begun by itself، انا قلت ان يمكن هتروح لوحدها، but a week passed and it still there، عدى اسبوع ولسه المشكله موجوده. So I decided to see a doctor، انا قررت ان انا اروح اشوف الموضوع ده عند دكتور العيون. The ophthalmologist told EK to make warm compressions، دكتور قال لها تعملي كمادات دافيه، as well as applying a topical antibiotic، وقال لها برضه حطي topical antibiotic. مش عايزين ندخل في اشكاليه يا دكتور الكاليزيون مش infectious، طب ليه ما نحط او ما نحطش topical antibiotic؟ الموضوع ده مردود عليه باكثر من طريقه. اولا حالات كتير جدا، سواء كان الدكتور شاطر او مش شاطر، يعني حتى ملهاش علاقه بشطاره الدكتور، ممكن يكون حالات الكاليزيون والستاي في البدايه يكونوا زي بعض، تمام؟ فعشان كده في ناس تحب تفضل تدي الاثنين. sometimes زي ما اتفقنا قلنا ان احنا ممكن الكاليزيون يبدا نون انفكشوس وبعد كده يتحول لانفكشوس، يحصل انفكشن في المكان ده ويتحول لانفكشوس. وفي ناس تقول لك طب ما انا حدي من الاول توبيكال انتيبيوتيك، تمام؟ في ناس زي ما قلت لك البيشنت بيبقى عايز نفسيا عايز ياخد ميديكيشن، يعني مش مقتنع بفكره ان الورم كومبريشن، او مش مقتنع بفكره ان هو ممكن يكون سيلف ليميتد ويروح من نفسه، في حين ان في جزء كبير جدا من الحالات سيلف ليميتد وبيروح بالورم كومبريشنز كفايه. اوكي، فالمهم الدكتور كتب ايه؟ توبيكال انتيبيوتكس وورم كومبريشنز. واتس يور بوسيبل اسسمنت اوف ذيس كيس؟ الكيس دي كليزيون، او من البدايه هي كليزيون ما فيهوش مشكله، كيس دهني. The selected disorder belongs to طبعا الـ eyelid disorder. The selected disorder is due to، هل الكاليزيوم بيكون نتيجة viral origin ولا نتيجة evaporative type of dry eye ولا allergy ولا Neisseria gonorrhea ولا oil gland blockage؟ لا، oil gland ايه blockage، تمام. الكاليزيوم بيكون نتيجة يعني بيحصل غدد الدهنية بتاعت العين بتتسد او بتتقفل، فبيحصل سويلنج بيكون حتى زي ما اتفقنا متعبي بليبيد او بفاتس او كده. طيب اي كي returned after 2 weeks، رجعت اي كي بعد اسبوعين اتنين. The lump got bigger، اللمب او الكاليزيون ده كبر في الحجم. was no noticeable improvement، ما تحسنش. what's your recommended therapy at this stage؟ طيب هي جربت التوبيكال وجربت الورم كومبريشنز، فا اتس تايم فور ايه؟ فور انسيجن اند كروتج. اوكي، هل نكمل ورم كومبريشن وايليد سكراب؟ الكلام ده في البلفرايتس، كيتوتايفن ده في الالرجي، جان سايكلوفير في الهربس سامبلكس، كولد كومبريشنز دي بنستخدمها في الفيرال، اوكي، عشان اعمل سيبتوماتيك ريليف، انسيجن اند كروتج ده تايم فور انسيجن اند ايه؟ اند كروتج. اوكي، اللي هي عمليه الكحت، ان هو هيفتح الكيس ده وينظفه من جوه. اوكي، كنا شفناها فيديو، شفنا فيديو الانسجن والكروتج. طيب الكيس الثالثه عندنا بي ام، عنده 40 سنه، باسد باي هيز كوميونتي فارماسي. هي كومبلينز اوف ريد ايز وبرننج سنسيشن وسنسيتيفيتي، كل ده احنا ايه اتفقنا دي كلها نون سبيسيفيك سيمبتومز. طيب ذا فارماسيست نوتسد اولسو كراستد اي لاشز، لقى ان في كراستيشنز او زي قشره او يعني تجمعات دهنيه ناشفه كده على الاي لاشز، على الرموش بتاعته. وفي كمان لوس اوف اي لاشز، وفي جريزي فليك ذا اي ليد، في اللي هي زي قشره الشعر اتفقنا عليها، وجريزي بتبقى واخده شكل دهون كده شويه. مش بس كده بقى، خد بالك هو زود هنا كلمتين مهمين قوي. بي ام سيد ذات هي فريكوينتلي فير جرافلي وسكراتشي اند انكمفورتبل. كلمه جرافلي جايه من كلمه جرافل، وجرافل معناها حصى او حبات زلط او حبات الرمل الصغيره، الحصى يعني. اوكي، فبيقول لك انا بحس جرافلي او بحس بحبوب حصى او رمل في عيني.
اتفقنا ان كان من ضمن الهول مارك سيمتومز اوف دراي اي ان البيشنت بيبقى فيه عنده جريتي او ساندي سنسيشن، او بيحس بفورين بودي ان ذا اي، بيحس بحبات رمل، او بيحس بايه، بيقول لك زي عينيا فيها زي ذرات رمل او كده، او فيها فورين بودي، فيها جسم غريب. اوكي، فدي هتفرق معايا لان اتفقنا ان البليفرايتس واحد من الاسباب اللي بتسبب او بريدسبوز دراي اي، فالبليفرايتس ممكن بيجي معاها دراي اي عادي جدا. تمام، فاحنا هنا هنعالج مشكلتين اتنين مش مشكله واحده. هنعالج مشكله البليفرايتس اللي هي الكراستيشنز في الاي لاشز، وهنعالج مشكله الدراي اي. طيب what is your possible assessment of this case؟ طبعا دي كيس بليفرايتس كراستيشنز اوف اي لاشز، وتعتبر بلونج تو الاي ليد ديس اوردرز. اوكي، ولو حابين يعني نقول جزء سبيسيفيكالي هنقول ان هي ريليتد للاي لاشز. اوكي، لكن طبعا مش تبع الاوكولار سيرفيس ولا تبع الكونجكتيفايدا ديس اوردرز. طيب what's your recommended first line therapy؟ الحالات بتاعت البليفرايتس بنبدا معاها بايه؟ بنبدا بانسجن وكروتج؟ لا طبعا. كيتو تايفين؟ لا. جان سايكلوفير؟ لا. هندي توبيكال وسيستميك انتي بايوتيك؟ لا. طب فيها كمان غلطه النقطه دي، البليفرايتس برضو من الحاجات اللي بتكون نتيجه الاستاف، فلو حد في البليفرايتس لو حد في البليفرايتس سيستميك انتي بايوتيك، مش حد امبيسيلين. تمام، لان الامبيسيلين برضو الاستاف بتطلع بيه تلاكتاميز وبتكسر. طيب warm compressions followed by eyelid scrub؟ yes، ده الستاندرد ثيرابي، وده الستاندرد فيرست لاين ثيرابي لحالات البليفرايتس، انه بيعمل warm compressions مرتين او ثلاث مرات في اليوم followed by eyelid scrub باستخدام زي ما اتفقنا ممكن شامبو جونسون، او لو في عنده الايلد سكراب سوليوشنز اتس اوكي. تمام، طيب ده سؤال مهم، يعني ممكن يجي لك السؤال ده او السؤال ده، الاثنين ما يجوش مع بعض. يعني What is the type of dry eye disease in this case؟ هل الكيس دي فيها dry eye disease؟ yes، هي فيها dry eye disease، لأن البيشنت اشتكى من gritty sensation، sandy sensation، gravels، حاسس بحبات رمل أو حصى في عينه. طيب النوع اللي البليفرايتس بتسببه من dry eye disease هل بيكون aqueous deficient ولا evaporative؟ لا، بيكون evaporative. ليه؟ لأن احنا البليفرايتس اتفقنا إنها بتعملي disorder فين؟ في الميبوبيان جلاند، اللي هي الاويل جلاند اللي مسؤوله عن السكريشن اوف اويل لاير من التيرز. ما التيرز ثلاث طبقات، اويل واكواس وميوكس. تمام، الديس اوردر في الاكواس لاير هنسميه اكواس ديفيشنت، وده بيكون نتيجه ديس اوردر في اللاكريمال جلاند. لكن الديس اوردر في المايبوبيان جلاند يعمل لي ديس اوردر فين؟ في الاويل سكريشن او في الاويل لاير، وبالتالي النوع ده نسميه ايفابوريتيف تايب. يعني في اكواس بارت بيطلع عادي، لكن الاكواس بارت ده ما بيثبتش على العين، ما بيثبتش، بيتطير بسرعه، فيؤدي الى الاحساس بتاع جفاف العين. طيب ممكن يجي لك سؤال بشكل تاني يقول لك will you prescribe artificial tears eye drop for PM؟ مش هيسالك بقى في دراي اي ولا مفيش دراي اي، لكن عايز يعرف بقى هل انت من الاعراض ومن الشكوى بتاعه البيشنت هل انت متوقع ان هو يكون دخل في دراي اي؟ طبعا اكيد يس اي ويل. ليه؟ لان هو عنده البليفرايتس بتاعته سببت دراي اي. اوكي، لو جالك الكيز بليفرايتس وشلنا منها الاعراض بتاعت الدراي اي، يبقى الراجل ده مش محتاج ايه، مش محتاج ارتفيشال تيرز. اوكي، على حسب المشكله، عنده المشكله بتاعت الدراي اي هديله ارتفيشال تيرز، مش عنده مش هديله. تمام، طيب الكيز اللي بعدها بتقول اسمي سي اي، وبشتغل في كول سنتر في دبي، و I am on the phone والكمبيوتر، بقعد على التليفون والكمبيوتر الوت فترات طويلة، answering phone calls وtyping، برد على التليفونات وبكتب على الكمبيوتر، بنستخدم AC throughout the day، بنستخدم air conditioner، بيستخدموا المكيفات في المكتب أو في الشغل طول اليوم، I have been using contact lenses for 3 years، بقالي 3 سنين بستخدم contact lenses، and sometimes I sleep in my contacts، وأحيانا بنام وانا الكونتاكت لينسز بتاعتي لابساها، I had red eyes، watery eyes، gritty or sandy sensation، stinging، بحس زي بلسعة او burning sensation والitching of the eye، I had to rub my eyes، كل شوية لازم ادعك في عينيا، it was so frustrating، الموضوع ده مزعج ومضايقها جدا. طيب الباست ميديكال هيستوري، لما سألنا سي اي عن الباست ميديكال هيستوري بتاعها،
قالت انها عندها allergic rhinitis وبتستخدم فينرامين مالييت اللي هو الافيل first generation antihistaminic twice daily. تمام. طيب السؤال الاول, what is the possible diagnosis of this case؟ طبعا هيكون dry eye disease. Identify four risk factors that can predispose CA to this problem. ايه العوامل او risk factors اللي ممكن تخلي CA تدخل في المشكلة دي؟ اول عامل انها بتستخدم شغلتها انها قاعدة على الكمبيوتر طول اليوم, فطبعا بتقعد فترات طويلة جدا قدام الكمبيوتر, مفيش بلينكينج, بيحصل ايفابوريشن للتيرز وده بيسبب لها دراي اي, ان هم قاعدين طول اليوم في اجواء مكيفة, وطبعا الاير كونديشننج بيعمل دراينس في الاير, بيعمل جفاف في الجو, فطبعا اللو هيوميديتي كونديشنز بتشجع على الدراي اي. مش بس كده, ده كمان بتستخدم فيرست جينيريشن انتي هيستامينك, وده ليه انتي كولينرجيك بروبرتيز, بيقلل السكريشنز بتاعت اللاكريمال جلاند وممكن يشجع على حدوث الدراي اي. كمان في عندها باد كونتاكت لينس براكتس, انها بتلبس الكونتاكت لينسز وبتنيها, المفروض انها تنام بيها وبتنام بيها, وطبعا ده مال براكتس والمفروض ده ما يحصلش. اوكي, المفروض حتى اللي بيستخدم كونتاكت لينسز كل فتره يحاول ان هو يعرض عينه للفريش اير, وطبعا في يعني في تعليمات خاصه باستخدام الكونتاكت لينسز, تنظيف بتاعها يوميا بسوليوشن جديد او بيحط سوليوشن جديد وهكذا كل يوم. فهو ده مش موضوعنا دلوقتي, لكن فكره انها تلبس الكونتاكت لينسز لفترات طويله ده بيعتبر مال براكتس وبيعتبر بريدسبوزنج فاكتور للدراي. تمام. طيب based on your answer in question 2, what is your advices to CA؟ ايه النصايح اللي انت هتقدمها ل CA؟ اول نصيحه هنقدمها لها ان هي تبتدي تعمل بلينكينج as frequent as possible طول ما هي قاعده في الشغل. عمليه البلينكينج بتعمل ريديستريبيوشن او سبريدنج للتير فيلم كل فتره, طول ما انت قاعد كل ما تعمل بلينكينج انت بتوزع التير فيلم مره اخرى, فما بتديلهاش فرصه ان يحصل ايفابوريشن او كده. طيب النقطه الثانيه الاي اكسرسايز, ان هي طبعا نتيجه انها قاعده مركزه في الشاشه على طول ده بيقلل البرينكل فليكس من ناحيه, ومن ناحيه تانية بيعمل حاجه اسمها اي سترين, بيعمل الكونتراكشن في السيلري ماسل وبيعمل زي مجهود او بيزود تعب العين. فالمفروض انها كل فتره ماكسيمم كل ساعتين بتاخد 10 دقائق او 5 دقائق راحه, بتروح تبص على مكان بعيد بحيث انها تدي فرصه للريلاكسيشن للسيلري ماسل. طيب الحاجه الثانيه بالنسبه للهيوميديتي, تحاول انها تقعد شويه في هيوميد كونديشنز. في ناس بتجيب حاجه اسمها السبيشال تايب اوف اي جلاسز بيحتفظ بالهيوميديتي حوالين العين, المهم انها تفهم ان الهيوميديتي دي حاجه مهمه علشان الدراي اي. طيب بروبر كونتاكت لينس هايجين, لازم تقلع الكونتاكت لينسز بتاعتها قبل ما تنام بالليل وتعمل لها كلينسنج بالطريقه السليمه. برضو من ضمن الحاجات المهمه انها تغير الانتي الرجيك ميديكيشن او الانتي هيستامينك اللي بتستخدمه, بدل الفيرست جنريشن تستخدم حاجه سكند جنريشن زي اللوراتيدين مثلا او سيتريزين, لان بيبقى ليهم لو انتي كولينرجيك بروبرتيز. تمام. طيب what is your recommended first line therapy for SM, SM ولا CA؟ for CA knowing that she is covered by health insurance, لو عرفت ان CA covered by health insurance ايه افضل حاجة ممكن نكتبها؟ طبعا هي افضل حاجة بالنسبة لها في الحالة اللي زي دي هيكون الـ artificial tears. اوكي, في عندنا different types of artificial tears كنا شرحناهم في المحاضرة, قلنا في عندنا preservative وفي حاجات فيها disappearing preservative وفي حاجات فيها preservative free. فالpreservative free it's okay بس هو غالي شوية, فلو البيشنت covered by health insurance وما عندوش مانع يشتري حاجة غالية شوية او التأمين الصحي بتاعه هيغطي التكلفة, فهيبقى بالنسبة له الاستخدام الحاجات اللي فيها preservative free هيبقى تمام. اوكي, فاحنا هنختار لوبريكانت اي دروبس اللي هي سنجل يوز فايل, لان السنجل يوز فايل ده اللي هو اللي بيكون بريزرفاتيف فري. تمام. اوكي, 1 مانث ليتر, النقطه دي مهمه جدا بقى, بعد شهر سي اي رجعت ويز نو نوتسبل امبروفمنت,
رجعت للعيادة ومفيش تحسن. She also reported pain and stiffness in both hands as well as dry mouth. What's your expected diagnosis؟ اتفقنا ان احنا في عندنا سندروم اسمها شوجرن سندروم، شوجرن دي عبارة عن ثلاث حاجات مع بعض: اوتو اميون ديزيز، طبعا هما كلهم اوتو اميون ديزيز مع بعض يعني كلهم نتيجة الاوتو اميونيتي، عادة بيكون روماتويد ارثرايتس او سيستميك لوبس، مشهور مع الروماتويد اكتر. طيب بيجي معاه كمان دراي ماوس ويجي معاه دراي اي، ثلاث مشاكل دول مع بعض، روماتويد اللي هو بين وستيفنس في البوث هاندز مع دراي ماوس مع مشكلة الدراي اي اللي عندها، دول يقولوا ان البيشنت هنا عنده الشوجرن سيندروم. اوكي دي ما بتتعالجش على الكوميونتي فارماسي ليفل، اوكي دي هتتعالج ودي العلاج بتاعها بيكون علاج الاوتو اميون ديس اوردر، يعني هتاخد علاج انتي روماتيك دراج او هتاخد حاجه اميونو سبريسيف او ستيرويدز، دي هتبقى علاجها مشكله قصه ثانيه. اوكي فدي هنا بس هو بيسالني على الدايجنوزس، فهقول له ان انا بتوقع هنا ان المشكله دي تكون شوجرن سندروم وبعمل لها ريفيرال، ودي مش هاخد معاها نيكست ستيب. تمام طيب الكيز اللي بعد كده بتتكلم على الالرجيك كونجكتيفايتس، حساسيه العين. الكيز من يعني ويب سايت مشهور اسمه الفارماسي تايمز، من الويب سايتس الجميله اللي عليها كيزس وحاجات ماتيريال ظريفه للصيدله يعني. فانا لاحظت ان الكيز حتى ماشيه كلها مع الكلام اللي احنا قلناه، فحبينا ان احنا نشوف الدنيا فيها ايه. طيب هنا بيقول لي دي ام عندها 48 سنه ولوكينج فور سامثينج تو تريت هير الرجيز، عندها الرجيز. وخد بالك من الجمع هنا، اتفقنا ان البيشنت اللي عنده الرجيك كونجكتيفايتس ات از نوت ستاند الون ديزيز، ما هواش مرض بيجي لوحده، عاده بيكون عنده ديفرنت تايبس اوف الرجيز، عنده ازمه، عنده الرجيك راينايتس، عنده درماتايتس، فبيشنت يبقى عامه بيشنت اتوبيك يعني عنده هايبر سنسيتيفيتي او ميل للحساسيه. طيب بتاخد لورا تيدين 10 مللي جرام وعايزه تستخدم اي دروبس. دي ام سيز ذات شي هاد الرجيز فور ييرز، عندها الحساسيه دي بقى لها سنين، ولكنها جوتن وورس اوفر ذا باست فيو ويكس، بدات الحاله تسوء في الاسابيع الاخيره. ا فيو ييرز اجو منذ سنوات هير فيزيشن تيستد هير فور الرجيز، عمل لها البانل بتاعت الالرجيز ولقى انها عندها الرجيك تو بولن، عندها حساسيه من حبوب اللقاح. دي ام لافز بينج اوت دورز، بتحب تخرج وتعمل هايكنج، تيبيكالي تروح الغابات ومش عارف تعمل هناك كامبينج وحاجات زي كده. تيبيكالي لورا تيدين ريليفز هير سيمبتومز، لورا تيدين بالنسبه لها اوكي. هاويفر وين دي ام هاز بين اوت دورز ريسنتلي، لما خرجت في المره الاخيره هير ايز هاز جوتن فيري ايتشي اند ريد، من الهول مارك سيمبتومز فور الرجيك كونجكتيفايتس هو الايتشنج، اهم سيمبتوم للالرجيك كونجكتيفايتس هو الايتشنج. She spoke to her doctor، اتكلمت مع الدكتور بتاعها، who said she could get some allergy drops، ممكن تاخد حاجة allergic drops over the counter. DM has no other allergic conditions، ومش بتاخد أي medications تانية. What's your recommendations for for DM؟ عجبني هنا في طبعا الكواليتي بتاعت الأسلوب بتاعت الرد، هتلاقي هنا الأنسر بتاعت الصيدلي أو الصيدلي اللي عامل هنا بيشنت كونسلنج، الانسر بتاعته موديل انسر. اوكي اتكلم بالراحه، قال لها المشكله كذا كذا، قال لها احنا في نون دراج ثيرابي ممكن نعمله ايه، وبعد كده قال لها ممكن نستخدم ارتفيشال تيرز ولو ما جابتش نتيجه ممكن نستخدم كذا كذا، فماشي مع الكيز ستيب وايز. ده شكل احنا بنتعلم من هنا شكل الكونسلنج ممكن يكون ازاي، او اللوجيك فلو بتاع الكونسلنج ممكن يمشي، مش اول لما البيشنت يجي لي اخد كذا، اخد انتي بايوتيك، اخد توبيكال كذا، اخد كذا، لا هنا البيشنت او الفارماسيست ماشي ستيب وايز ابروتش كما ينبغي ان يكون. طيب as mentioned in the earlier case trigger avoidance is a key، عامه حضرتك انك تتجنبي التعرض للبولين جرين او للبولين سيزون وانك تخرجي في الاماكن اللي بتسبب لك الالرجي هو ده الحل الامثل. طيب ولكن علشان انت بتحبي تروحي اوت دورز وتحبي تخرجي، شي كان تراي تيرنينج اون ذا اير كونديشننج،
ممكن تشغلي التكييف، اهي دي بقى حاجه مختلفه شويه. الالرجيك كونجكتيفايتس استخدام التكييف اللي بيعمل دراينس وبيقلل فرصه تواجد الالرجنز في الجو، يعني الناس اللي عندها الرجي تشغل التكييف، لكن الناس اللي عندها دراي اي تقفل التكييف. اوكي، احيانا بعض انواع التكييفات بيبقى فيها فلاتر، او الفلاتر بتبقى شويه ممكن تعمل تنقيه للجو شويه او اير بيوريفيكيشن، في حين ان ده مش في كل الانواع. في بعض الانواع فيها تكنولوجيز زي البلازما او غيره، دي برضو بيبقى ليها دور في الاير بيوريفيكيشن. فالمهم هو بينصحها انها تستخدم التكييف، ودي فعلا بنشوفها، يعني في ناس كتير بيبقى في عندهم حالات كرونيك الرجيز، فتلاقي الدكتور حتى بينصحهم لو مش عندك تكييف اشتري تكييف وركبه. اوكي، لان الدراي كونديشنز بتشجع على عدم وجود الرجنز، المولدز والدست والكلام ده، انت بتقفل الشبابيك وتشغل التكييف بتاعك بس. طيب، when she driving or indoors to avoid additional pollen exposure، لما تبقي في البيت شغلي التكييف. طيب، she can also try using protective equipment or sunglasses، ممكن تستخدمي نظارات شمس او نظارات واقيه to prevent pollen from getting into your eyes. دي برضو حاجة تعليمات جميلة. طيب، advise DM to continue taking loratidine، هتكملي على loratidine عادي خالص. She can also use eye drops for symptom reliefs، ممكن نستخدم قطرات العين for symptomatic relief. اوكي، الophthalmic antihistaminics available، ولكن الفيرست لاين تريتمنت هو الارتفيشال تيرز. زي ما قلنا لو رجعت للمحاضرة هتلاقي ان اول حاجة ممكن بنستخدمها في الارجيك كونجكتيفايتس الارتفيشال تيرز، لانها ممكن تعمل واشنج للبولنز وللالرجن من على البيشنت اي. اوكي، فهتعالج لي السيمتومز دي. طب لو البيشنت ما استريحش على الارتفيشال تيرز، اف ارتفيشال تيرز دونت ورك، هنبتدي نلجا لاستخدام الحاجات اللي فيها انتي هيستامينكس او الايه او الديكونجستنت. وقلنا اشهر انتي هيستامينك ممكن بنستخدمه زي الكيتو طايف. اوكي، إيه عجبتني الكيز، وخاصه انها جديده والكلام اللي فيها ريسنت وماشي مع الشرح والتوبك اللي احنا خدناه، فحبينا ننزلها بالشكل ده. طيب، برضو من الاخبار الجديدة، فبراير 2020، خبر لسه ريسنت، احد القطرات هي موجودة في مصر برضو بالمناسبة، قطرة اسمها بتانول من شركة الكون، عبارة عن اولو بتادين، ده عبارة عن انتي هيستامينك. اوكي، هذه الاي دروبس كانت بريسكريبشن اونلي ميديسن، بي او ام، بريسكريبشن اونلي ميديسن، لا تصرف الا ببريسكريبشن. اوكي، في فبراير 2020 الاف دي اي عملت لها ابروفال فور او تي سي سويتش، انها ممكن تتصرف، ممكن تتصرف از او تي سي. اوكي، فهتلاقي هنا هي طبعا هي اسمها البراند نيم بتاعها في امريكا مختلف شويه، بس نفس الشركه الكون برضو، بتادي. الكونديشن منتشره جدا في امريكا، حالات كتير جدا، 66 مليون امريكان عندهم الاي الرجيز. في او تي سي برودكت افيلابل، يس، ارتفيشال تيرز كتير موجوده، وحاجات انتي هيستامينك زي الزيتون وغيره موجوده، لكن فكره ان انت تاخد حاجه بريسكريبشن سترينث، يعني حاجه بريسكريبشن او حاجه قويه وتبقى افيلابل از او تي سي، دي فكره كويسه. تمام، فانا برضو حبيت الفكره، اولا هو خبر جديد، ثانيا حاجة جديدة انضافت للاو تي سي ليست اللي ممكن نستخدمها في حالات الاي الرجي او الالرجيك كونجكتيفايتس. ومن ناحية تانية تطبيق على الكونسبت اللي احنا اخدناه في اول محاضرة، ايه الفكرة بتاعت الاو تي سي وفكرة البريسكريبشن اونلي ميديسن. تمام، الدواء ده كان بريسكريبشن اونلي، لا يصرف الا او كان بيهايند ذا كاونتر، ما كانش يتصرف ابدا الا بروجيتا. حديثا دلوقتي بقى اوفر ذا كاونتر، ان انت ممكن تروح تشتريه او تي سي عادي. تمام، طيب، الكيز اللي بعد كده، اتش عنده 8 سنين، وكان في سمر كامب، كان في معسكر صيفي مع الزملاء، ورجع من المعسكر عنده مايلد راني نوز، عنده دور برد بقى كده خفيف، مايلد راني نوز، عنده شوية رشح، very slight fever. وبعد ايام، few days later، اتش ديفلوب ا مايلد سور ثروت، بدا يجيله احتقان في الزور بالاضافه لنون برودكتيف كف. طيب،
لما صحي بعد كده the following morning his left eye عينه الشمال is swollen and he says that it feels like is something stuck حس ان في حاجة ملزقة في عينه with watery ooze وان بيكون في watery secretions او water discharge. By afternoon على بالليل او بعد الظهر the boy's right eye is also not fully swollen. يبقى الموضوع بدأ فين الاول؟ في الليفت اي ثم انتقل الى الرايت اي فاصبح فين؟ في البوس ايز. حلو بس هو كان unilateral at onset. His mother examined him. والدته فحصت عينه and noticed that the insides of both upper and lower eyelid look red. المنطقة بتاعت الكونجكتيفا اوكي inside الايلد لقتها محمرة او فيها احمرار especially in the left eye اللي بدأت فيها المشكلة. At this point في هذه اللحظة the boy mothers become very concerned and takes him to the family pediatrician وقالت له لازم نروح لدكتور الأطفال. On examination لما دكتور الأطفال فحصوا لقى كل الـ vital signs okay except for low grade fever عنده شوية fever وشوية blurred vision في الـ left eye and there is tender bulbable lymph node just in front of his left ear okay اللي سميناها pre-auricular lymph node enlargement أو بلول وقلنا دي بتحصل بس مع مين؟ مع الـ viral conjunctivitis. أوكي الفيجن of the right eye is still normal ما عندوش مشكلة في الفيجن في الـ right eye. طيب ما هو الـ possible diagnosis لهذه الكيس؟ طبعا viral conjunctivitis unilateral at onset eye redness كان في قبليها دور برد common cold او upper respiratory tract infection كانت قلنا unilateral وبقت bilateral كان في معاها watery discharge و في معاها bulbable lymph node enlargement في المنطقة اللي هي beside the ear اوكي فدي طبعا تعتبر ايه viral conjunctivitis. What is the most probable causative agent؟ طبعا الـ causative agent هنا عندي حاجة من الاتنين يا إما أدينو فيروس يا إما هيربس سيمبلكس فيروس. قلنا عشان أقول إن هو هيربس سيمبلكس لازم يكون في عندي حاجة من الهيرباتيك ساينز. ما عنديش هيرباتيك ساينز يبقى هتعامل معها على إنها أدينو فيروس. تمام؟ الهيرباتيك ساينز اللي هي الـ cold sores هنشوفها في نهاية الكيس دي. يبقى التشخيص عندي till now أدينو فيروس. طيب all the following are true about each condition except هل هي infectious or contagious؟ yes وقلنا ما يروحش المدرسة وما يختلطش بالناس لأنها المشكلة دي معدية جدا. هل هي self-limited؟ yes بتقعد 3-4 أيام وبتروح بتخف لوحدها. هل محتاجين نعمل symptomatic treatment كفاية؟ yes symptomatic treatment بنعمل cold compressions بنستخدم antihistaminics أو decongestant كفاية جدا جدا. هل بنستخدم topical و systemic antimicrobial agent؟ لا no topical or systemic antimicrobial agent ولا antiviral ولا antibiotic is required. تمام؟ طيب هنا النقطة اللي بقولك عليها بيقولك imagine تخيل لو الاتش كيس دي جينا في الاخر وقلتلك ان في معاها cold sore picture في tangling sensation في شعور بالوخز او بالحرقان burning around his lips في المنطقة اللي عند الشفايف بتاعته بيكون في blisters او vesicles. هنا المشكلة دي هتكون نتيجة herpes simplex virus يبقى الدياجنوز بتاعي هيكون viral conjunctivitis secondary to herpes simplex virus والتريتمنت بتاعي في هذه الحالة هيكون symptomatic treatment برضو بس هنا ممكن استخدم حاجة topical antiviral agent اللي هو اسمه جان سايكلوفير. اوكي طيب اخر كيس معانا دي بي عنده 7 ايام بيبي لسه صغير عنده 7 ايام brought into the doctor office with sick yellowish discharge عنده sick yellowish discharge in the eye this prevented him from opening his eye. طفل صغير لسه عنده 7 ايام عنده yellowish discharge من عينيه ومش قادر يفتح عينيه من هذا الديسشارج. في خلال الايام اللي فاتت his eyes had yellowish secretions infant has been rubbing his eyes عمال يدعك في عينيه وعمال يعيط. History of present illness his mother is being treated for a sexually transmitted disease والدته بتتعالج من sexually transmitted disease she refuses to discuss her condition وما رضيتش تقول المشكله كانت ايه. طيب physical examination no fever red eye وفي pus leaking from eyes بعتنا
السكريشنز دي للمعمل، والمعمل قال ان في جرام نيجاتيف دبلو كوكساي. اوكي، what is your possible diagnosis at this stage؟ طبعا دي مشكلة، دي عبارة عن bacterial conjunctivitis، علشان شكل السكريشنز وعلشان المعمل جه قال لي انها بكتيريا فقتلت بحثا هي bacterial conjunctivitis. مين الكوست اوف اورجانيزم هنا بقى؟ قلنا لما بنشوف جرام نيجاتيف دبلو كوكساي، احنا قلنا في عندنا نوعين اتنين من البكتيريا كونجكتيفايتس، في نوع بتعمل له الاذر بكتيريا وده بيتعالج بتوبيكال وسيستميك انتي بايوتيك، وفي نوع بتعمله النيسيريا جونوريا وده بنخاف منه جدا جدا جدا، ويعني يمكن علشان كده عملنا كلتشر. اوكي، لان النيسيريا جونوريا ممكن بتعمل سبريد للانفكشن وممكن نسبه حدوث العمى معاها كبيره جدا، وحالات كتير في افريقيا وفي الدول الناميه وزمان في اوروبا في القرن الماضي كانت بتتولد وبيحصل عندها بلايندنس سكندري تو بكتيريال او جونوريال انفكشن من النيسيريا، فخطيره جدا النيسيريا جونوريا. فاحنا في الاول احنا عملنا الكالتشر هنا عشان نستبعد النيسيريا جونوريا. طيب، فالموست بروبابل دايجنوستس هنا عندي هيكون نيسيريا بيزد على اللاب بيكتشر او اللاب كالتشر، اللاب قالت لي فيه عندك جرام نيجاتيف دبلو كوكساي فده بيقول انها نيسيريا جونوريا، ودي اتفقنا اكتر حاجه ممكن تعمل اي بلايندنس. طيب، واتس يور ريكومندد دراج ثيرابي فور ذيس كيس؟ طبعا هي دي مش بتتعالج في كوميونتي فارماسي، دي بتتعالج في مستشفى. اوكي، ايه هو التريتمنت بتاعك او التريتمنت اللي انت متوقع ان احنا نستخدمه؟ طبعا مش اي دروبس ولا مش ارتفيشال تيرز، يعني مش كولد كومبريشنز او ورم كومبريشنز، هنستخدم انتي بايوتكس. لكن الانتي بايوتكس دي استخدم توبيكال مع اورال ولا توبيكال مع بارنترال؟ بنستخدم توبيكال مع بارنترال. اوكي، توبيكال مع بارنترال علشان الحاله هنا عندي نيسيريا جونوريا. اوكي، لو كانت اي نوع تاني من انواع البكتيريا، يعني لو كانت البيكتشر او الكالتشر دي جت قالت لي ده جرام بوزيتيف مش عارف ايه، ده كانت ستريبتوكوكاي، ده ستافيلوكوكاي، كنا هنعالجها بتوبيكال وسيستميك انتيبايوتيك سيستميك اورال. اوكي، لكن علشان قالت لي نيسيريا جونوريا يبقى لازم هتعامل مع الكيس اجريسيف والبيشنت هوسبيتالايزد وهياخد بارنترال انتيبايوتكس. طيب، اخر حاجه هنقولها في المشكله دي، المشكله دي بيسموها نيونيتال كونجكتيفايتس. اوكي، هي بكتيريا الكونجكتيفايتس تبع البكتيريا اللي احنا درسناها، لكن بتحصل عاده الاطفال ات تشايلد بيرث مع الولاده، والانكوبيشن بتاع بيريود بتاعتها يومين، وبعد اليومين يبتدي البيشنت تظهر عليه الاعراض. عشان كده هتلاقي الطفل جالك وهو عمره 7 ايام، اول يومين كانوا انكوبيشن بيريود، اليومين او الثلاثه اللي بعدهم بدات تظهر عليه الاعراض، لما الاعراض بقت استابليشد اخذوه وراحوا كشفوا عند الدكتور. تمام، طيب، المشكله دي ساعات بيسموها اوفسالميا نيوتيرم. اوكي، اللي هي ريليتد للنيونيتس، ودي بتتعالج باريثرومايسين اي اوينتمنت، او مش بتتعالج بقى، بريفنشن او بروفيلاكسس باستخدام اريثرومايسين اي اوينتمنت، واحنا عندنا هنا في مصر ما عندناش اريثرومايسين اي اوينتمنت فبنستخدم توبرامايسين اي دروبس. وده بيفسر ليه في كل الروجيتات اللي بتتصرف مع الولاده، هتشوف دايما الاب جاي بيصرف الروجيته، هتلاقي فيها انتي بايوتيك للام ومش عارف ايه وشويه حاجات كده، ومن ضمن الحاجات الستاندرد اللي هتلاقيها موجوده هتلاقي دايما توبرامايسين سواء توبريكس او توبرين اي دروبس، علشان تعمل بروفيلاكسس لهذا الطفل من داي 1. يعني الطفل بياخد الاي دروبس دي على طول، اول لما يحصل الدليفري بيبتدي نحطها له مثلا 4 أو 5 مرات يوميا عشان نعمل بروفلاكسس من الايه، من الجونوريا انفكشن سواء كانت موجوده او مش موجوده قبل كده. طبعا هي الريسك بتكون اعلى بكتير لو كان الام عندها الانفكشن. تمام، بس ده اللي احنا عايزين نقوله في الجزئيه دي، وبكده نكون خلصنا الكيسز اوف اي ديس اوردرز. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.